متى يفكر الملوك والرؤساء العرب في عقد قمة عربية استثنائية خاصة بفلسطين؟ متى؟ هذا هو الظرف، هذا هو الوقت، هذه المناسبة. بعد هذا الوقت خلاص القمم العربية ما عندها حتى قيمة، ما عاد عندها حتى قيمة، ولا رئيس ولا ملك عربي ولا أمير قال هيا يا عرب نتلموا ونتخذوا موقف القضية الفلسطينية باش توحدوا أمام هذا الغرب اللي راهو متوحد وراء فلسطين وراء إسرائيل. أنا كجزائري نتوجه لولد الحرام، ولد الحرام الصهيوني عند مجد تبون اللي يعرف يبلبل. هاي ستي، هاي الفرصة، هاي فرصة باش تبين بلي سعرك مع فلسطين ماشي تاع خروطو. هاي نوجه نداء للدول العربية، ابعث لهم المبعوثين ديالك وقال هاي نديرو قمة ودير اعلن خطاب وقال نديرو قمة عربية استثنائية وعاجلة وعاجلة. والله ما يدير لي دور رخيص، لانه صهيوني، عبد المجيد تبون صهيوني يتاجر بالقضيه الفلسطينيه. في الدوره 78 تاع الجمعيه العامه للامم المتحده يقول يلزم جمعيه استثنائيه، دوره استثنائيه للجمعيه العامه لقضيه القضيه الفلسطينيه، يعني نادى بها. واش درت باش تتحقق؟ انا قلنا لك في وقتها باللي مات الرجاله في كانت حاجه نفذها. الجزائر قالت نعملوا دوره استثنائيه للجمعيه العامه للامم المتحده من اجل اقامه نظام اقتصادي دولي جديد. شق عليه بالضبط. أنا باش تتقول يلزم دورة استثنائية للأمم المتحدة، ماكش قادر ديرها، على الأقل على المستوى العربي، وزيد هذا الظرف، هذا هو الظرف، إلا بعد هذا ما عندك ما دير غير في صباطك وروح. هذا صهيوني بصح، تبون صهيوني، وما غلطش اللي قال جدود صهاينة، جدود يهود ماشي صهاينة، يهود. هو في الاخر عندكم في الفاتشة تاعو باين، عندو فاتشة تاع يهودي، ملك القرى ماشي قرى من باب تاع ضد الدين، لا لا لا، الفاتشة تاع واحد اصول اصول يهودية، هذا ماهوش عيب، ولكن يحمل فكر صهيوني، هذا العيب فيه انه يحمل فكر صهيوني لا يتلاءم مع الدولة الجزائرية ومع قيم الدولة الجزائرية، لأنه لو كان صح مع القضية الفلسطينية كما كان يدعي نتابعها شخصيا، وين تراك تتبع فيها؟ إلى يومنا هذا من نهار 7 أكتوبر تبون ما نطقش بكلمة واحدة لصالح القضية الفلسطينية، أو دار تعليق أو قال كلمة واحدة عن الحرب اللي راهو يعيش فيها الشعب الفلسطيني. قال كلمة. كل ما حصل هو انه وزير الخارجيه يخرج بيان وين يقلب الايه ويحط الفلسطينيين في موقع الدفاع وياخذوا في الضرب، لا بعد وعاودوا فتحوا ملف الملف الفلسطيني اللي كان عندهم خلاص تواوهوا وغلقوه، عاودوا فتحوه وفتحوه ب 5000 قذيفه على إسرائيل، والحرب هي الحرب، لأنه درك يقول لك قتل المدنيين، ويقول لك اليهود الإسرائيليين قتلوا أكثر من الضعف، أكثر من الدوب، وضربوا مستشفى، وضربوا مستشفى،
قاعد تقول لي لا مضربوا هذا، لا، لأن الإسرائيليين من قبل طوفان القدس راهو كانوا يا ما داروا في المواطنين الفلسطينيين، يا ما قتلوا يا ما ذبحوا يا ما جزروا يا ما يا ما. تجيش اليوم تقولي باللي في المقاومة الفلسطينية ولا حماس ضربوا مدنيين، بعث قذائف كما بعثوا الإسرائيلي قذائف ضربوا المدنيين، نفس الشيء نفس الشيء. وأنا عودة إلى موضوع قمة عربية استثنائية ضرورة ملحة، مش نعرف موقف دول العرب من العربية، يقول يورونا دول الجامعة العربية يورونا شي موقفكم. احنا نشوفوا في الأوروبيين كيش راهم متحدين وراهم دارين لاشان كل يوم حاطين في تل أبيب ماشيين، الملكان وهبط جو بايدن وهبط رايحين يدعموا ويضمنوا ويديروا. والعرب باستثناء زوج مطبعين مصر والأردن اللي عاملين قمة بيناتهم في زوج، عاملين قمة في زوج باش يتفهموا كيفاش يوصلوا المساعدات الإنسانية للقطاع. زوج برقي يخدم المبادرة والأخرين وعلاش لما تبون صادق وما هوش صادق، نعرف الكذاب ما هوش صادق كبير، لكن صادق صح يوجه رسالة يوجه خطاب للزعماء يتصرفوا. الزعماء هذا يتصرفوا يا ولد الحرام، هذا الزعماء يتصرفوا يلقي خطاب وينادي يقول قمة عربية استثنائية لزيارة السودان، ماشي غير زيارة للجلفة، من زيارة للجلفة قالوا لا، واحد يقول لك الاحتفالات تاع أول نوفمبر في السفارات تبطل، هذه هي الحكاية ديالك. لا نقول لك إذا عندك صح قادر عليها، اللي بصح واحد رخيص مذلول يخاف من الملكان، سفيرة الملكان دايرة شيكورة في الجزائر، زارت عدد الولايات اللي زارت هي هو ما صارش واحدة ما زارش، لا زارت واحدة 25 26 ولاية صعب، وتروح تجتمع مع الناس ومع كذا مع الولاد المسؤولين نورمالمون. الوالي عيط للوزير الداخلي يقول له اسكو نقدر نجتمع مع السفير، لا ولو دار عليهم دراع يخاف تبون باش يتحدى امريكا. وجه هذاك الفاتشه هذيك تحدى امريكا، تصور فيها تبون يتحدى امريكا. انت اليوم في المسيرات اللي دارت قال كل شيء مخدوم، خلوج مثلا الشعب يروح يتظاهر امام السفاره الامريكيه تنديدا بالدعم الامريكي لاسرائيل، لا بكثار في المغرب صارت بورتون، المغرب حليف لاسرائيل ماهوش صديق برد، حليف عنده قدر كبير عند امريكا، حليف امريكا وقدره كبير عند امريكا، لكن الشعب مشى وقف وهاي الصور امام اليوم هذا و
والشعب يريد إسقاط التطبيع. ناس تقولها بحرية ما جابونهمش البوليسية. إذن إذا صح إن صدق من تبون من عصابة اللي معاه مش يطالبوا فقط، يعلنها باش يوضع كل الرؤساء العرب والملوك يوضعهم أمام مسؤوليتهم التاريخية. عقد قمة عربية استثنائية ويجيبهم للجزائر، قول شكون اللي ما يجيش؟ تعقدي مثلا يتصرف تصرف الصبياني، لكن هذا ما يجيش للمالي تاع المغرب وما يجيش هذا، وتاع الإمارات ما يجيش، وتاع السعودية ما يجيش، لأنه إذا حب صح درك يلعب الدور زعما هاي الفرصة وحل ببالك ونحي عليك هذيك تاع السعودية هذا المغرب هذا الإمارات هذو البحرين هذو بدا كامل. وضعها مسؤولية لعب دور، مو دور تاع دور صبياني، دور تاع هذوك العرايا اللي يضلوا يضربوا في الناس من بعيد ويتكلموا ويطيحوا. فوالا هذا اللي لازم يندار. ندخل الآن موضوع الطوفان الجزائري.